ريسينج يا سيداتي والسادة، انطلق ثاني أشواط هذه الأمسية جندل الخيل العربية الأصيلة إنتاج محلي المبتدئ والفائزة بسباق التوسع الجديد الفوربيد على مسافة 1400 متر، انطلاقا مع جود رقم 3 جود أنجر لنايف بتال العتيبي براني الأرفند على المركز الأول، معود تقدم من قبل جود رقم 6 إيجي صدام لغزوان ريسينج، سفيان سعدي على المركز الأول، الآن محاولة من الداخل من قبل لدحشري لسادة مزرعة بيض القاع وزهير محسن ماركو كازامينتو على ثاني المراكز من الداخل، المحاولة من الخارج من قبل جود رقم 7 جود أرسلان لراشد محمد العذبة وصالح سالم المري مع جود أرسلان مع راشد العذبة وصالح سالم المري على ثاني المراكز، أيضا المحاولة الثالثة من قبل جود رقم 1 جود إيلي الصغان لخليفة حسن الجني ودويردو بدروزة على ثالث المراكز، رابعا المحاولة من الخارج من قبل جود رقم 10 جود يعرف لسكاي هاي ريسنج لوكاس دلوزي على رابع المراكز، الصدارة الثالثة مع جود رقم 6 جود إيلي الصدام غزوان ريسنج على المركز الأول مع سفيان السعدي ومع جود إيدي الصدام غادي الرمزاني على المركز الأول، محاولة تقدم من قبل جود رقم 1 إيدي الصغان لخليفة حسن الجني ودويردو بدروزة على المركز الأول، وعلى صدر هذا الشوط محاولة تقدم من قبل جود إيدي الصدام لغزوان ريسنج سفيان سعدي، لكن الصدارة والمركز الأول مع صغان محاولة رنان من الخارج مع جاسم الدرويشة محمد الغزالي مع الدرويشة مع الجواد رنان الآن رنان ملامسة قوية فعلا من الجود رقم 5 الجواد رنان مع جاسم الدرويش فعلا الجواد رنان لمحمد الغزالي وديفيد آلن إلى المركز الأول، لاحظنا منافسة قوية. And the official results for the second race of the day, the winner horse number 5 Ranan, almost Jasim Mohamed Al Darwish, trained by Mohamed Al Ghazali, ridden by David Allen. Second horse number 1 AJS Soghan, almost Khalifa Hassan Al Jahani, trained by Khalifa Hamad Al Sawai, ridden by Eduardo Pedrosa. Third horse number 4 Mukhabid, almost Al Hid Fasted, trained by Bader Al Balushi, ridden by Stefan Mazur. Fourth horse number 12, Mualem, armed with Al Shahani Astad, trained by Rudin Airborne, ridden by Alberto Sana. And in fifth place, horse number 10, Yarub, armed with the Sky High Racing, trained by Hamad Al Jahani, ridden by Luca de Lozier. نتيجة الشوط الثاني جندل الخيل العربية الأصيلة إنتاج محلي حل في المركز الأول رقم 5 رنان، المالك السيد جاسم محمد درويش الدرويش، المدرب محمد الغزالي والخيال ديفيد ألان، ألف مبروك المركز الأول. المركز الثاني رقم 1 اي جي اس سوغان، المالك السيد خليفة حسن الجهني، المدرب خليفة بن حمد الصواعي والخيال إدواردو بدروزا. المركز الثالث رقم 4 مكابد، الملك السادة مربط الهدف، المدرب بدر بلوشي والخيال شتيبان مزور. رابع المراكز رقم 12 معلم، الملك السادة مربط الشحانية، المدرب رودي نيربون والخيال ألبرتو سانا. المركز الخامس رقم 10 يعرب، الملك السادة سكاي هاي ريسينج، المدرب حمد جهني والخيال لوكاس دولزيه. ألف مبروك المراكز المتقدمة وحظ أوفر للذين لم يحالفهم الحظ.